تنواجهو القلق وتنعانيو منه من الولادة ديالنا وتبقى ملازمنا طول حياتنا. تنعتبروه ظاهرة عادية طبيعية وضرورية بما أنه تيشجعنا على التكيف مع المحيط اللي داير بينا وعلى التوجه في حياتنا وفي القرارات اللي تنتخذو فيها. تساعدنا باش نقوموا بالترقب والتوقع ديال المواقف اللي غادي تهدد السلامة الجسدية أو النفسية ديالنا. فرانسواز دولتو بيدياترو بسيكاناليست تتفسر أن القلق تيجي مع أول كتبة كتبها الطفل في حياته واللي دغيا تتعيق بها الأم ديالو، ثم من الضغوطات والصراعات والنزاعات اللي هي قدر مشترك بين جميع الأطفال والمراهقين اللي تيكون خاصهم يواجهوا الرغبات ديالهم، وفي نفس الوقت كل ديك الممنوعات والمحظورات الأسرية الاجتماعية والتعليمية الأخلاقية والجنسية. الأستاذ والكاتب بول بريغيليت يقول تعلم تعني ابتلاع الإدلال والهزيمة والإهانات هو نتيجة ديال عدد لا يحصى من الصدمات والجراح اللي تم التغلب عليها، بالإضافة لأننا نعيش في واحد العصر اللي فيه القلق يمثل أساس الحياة اليومية، جورنالات، تلفازة، ريزو سوسيو، كل نهار كاينه شي حاجة اللي تتعزز القلق ديال الأفراد وتتهيج عندهم الإحساس بالخوف، الانفجار الديموغرافي، المناخ، الكوارث الطبيعية، الفقر، المجاعة، الإرهاب، الإجرام، الحرب، كورونا. كيفاش الإنسان ما غاديش يكون قلق؟ كما أن الحياة تتكون غالبا محبطة فاش نكونو تنتسناو الأشياء. بالنسبة لفرويد القلق مرتبط مباشرة بالتمني والانتظار، ما كاينش أمل بدون خوف تيقول سبينوزا، ولا خوف بدون أمل. تنأملو وتنتمناو ديكشي اللي ما عارفينوش واش غيوقع ولا لا، ديكشي اللي ما تعتمدش علينا. كيفاش غنقدو إذا نبقاو بدون خوف؟ اللي مهم ماشي هو التواجد ديال الخوف او النوعيه والكميه ديالو في الحياه، بل القدره ديال الانا على التحكم في هذا الخوف اثناء العيش في هذا العالم اللي هو ماشي حضانه كما تيقول فرويد. وابيكور حتى هو تاكد ان الحياه تعني التواجد في واحد المدينه بدون اسوار. الخوف تشكل جزء لا يتجزأ من حياتنا، هو وظيفة حيوية وميزة انتقائية بديهية عند الإنسان اللي تتعزز المعاني للأشياء وتتسمح بصنع وتحريك الآليات النفسية ديال الدفاع وتزيد من الإنتاجية ديال الفرد ومن الفعالية في الأنشطة اللي تقوم بها. كيفاش غيكون الفن أو الأفكار بدون خوف؟ اللي هو مجرد رد فعل طبيعي على واحد الموقف مرئي واضح أو على واحد الحدث مقبول أو غير مقبول، على واحد الرغبة ممكنة أو غير ممكنة، على واحد شيء ممنوع أو مطلوب إلى آخره. ولكن كل هذه المواقف المتضاربة والمتناقضة اللي تتكون مسؤولة على القلق والهموم والمخاوف في حياتنا اليومية تتم التعامل معها بشكل عادي من قبل واحد الشخص اللي كبر في جو عاطفي متناغم. ولكن هذاك اللي ما كبرش في جو متوازن عاطفيا تعاني من القلق بواحد طريقة مرضية والحياة اليومية ديالو تتكون كلها عذاب. وقبل ما نقوم بالتحديد ديال هذا القلق اللي ماشي طبيعي نشوفوا بعض الفرق اللي كاين بين القلق والخوف والرهاب، لان هادو مفردات اللي تستعملوا باستمرار وتثيروا اسئله بحال واش كاين شي فرق بيناتهم وواش غنكونوا استعملناهم في المكان المناسب الى اخره. في الواقع هاد التفاصيل ما عندها حتى شي اهميه، لان اللغه والكلمات ما عندهمش واحد المعرفه حقيقيه بحال هذيك ديال الجسم. شي واحد اللي تيخاف من الكلاب مثلا وتتلاقى شي كلب في الطريق ديالو ما تيكونش حاس بالخوف وماشي بالقلق. كذلك الطفل اللي تيخاف من الظلام مناش تيكون خايف بالضبط، من واحد الحاجه محدده وواقعيه او من واحد الحاجه اللي هي خياليه، من اللصوص مثلا او من الموت. واش الطبيعه ديال هذا الخوف غتبدل الا عطيناها مثلا تسميه ديال القلق او رهاب؟ هادو تيبقاو غير كلمات وتسميات ودرجات ديال نفس الشيء، والمتخصصين في هذا المجال تيكونوا محتاجين لهاد التسميات وهاد الفئات في الدراسات والابحاث ديالهم. ولكن الخوف او القلق ما تيكونش نهائيا محتاج لواحد التصنيف او لواحد السبب مرئي وحقيقي باش يخلي التاثير ديالو على النفسيه والشخصيه وحتى القرارات ديال الانسان. كونتيس بونفيل تيقول انه فاش نتمشاو بالليل في الغابه وتنتابنا الشعور بالخوف او القلق مناش تنخافو بالضبط في ديك اللحظه، من انه كاينه شي حاجه او شي حد في الغابه او تنخافو من كوننا بوحدنا في ديك الغابه. تقريبا حتى لنهاية القرن 18 الأسلاف ديالنا كانوا تعيشوا تواجهوا مخاطر حقيقية، والمخاوف ديالهم حتى هي كانت مرئية وشرعية وعندها واحد المضمون حقيقي. كانوا تواجهوا مثلا خطر المجاعات، الموت أثناء السفر، الأمراض، خطر التعرض لهجمات من طرف قبائل أخرى إلى آخره. على حسب المؤرخين القلق والخوف بدون سبب مرئي وحقيقي غديبا فاش نخاف الوجود ديال الخوف الحقيقي. ناخذ المثال ديال الجنود اثناء الحرب، معروف ان الحرب تتقلل من وجود القلق، واخا فاش تسالي والجندي ترجع بحاله يقدر يعاني من القلق بسبب الاحداث ديال ديك الحرب بواحد الطريقه مرضيه، ولكن خلالها القلق تيكون تقريبا منعدم لانه تتعود بالخوف من واحد الخطر مرئي وحقيقي.
القلق هو على الأرجح ثمن لتندفعوه مقابل الأمن والسلام. وحتى على حسب الطب النفسي، هذا القلق هو حالة نفسية ما عندهاش مضمون أو سبب واضح مرئي وشرعي. الخوف ما غيكون طبيعي إلا لتلقاو هاد جوج ديال الشروط، أي يكون سبب مرئي وشرعي. في الحالة ديال القلق الرهابي مثلا، تيكون واحد المضمون مرئي ولكن غير شرعي، بحال مثلا الشخص اللي تيخاف أو تترعب بمجرد رؤية شي أداة حادة بحال المقص أو السكين إلى آخره، تيكون مرعوب من واحد شيء مرئي ولكنه غير شرعي وبالتالي غير طبيعي، بما أنه تيكون غير تتوهم واحد الخطر اللي ما كاينش في الواقع. والاطباء النفسيين تميزوا بين جوج حالات مرضيه ديال هذا القلق. في الحاله الاولى الشخص يكون تواجه نوبات ديال الهلع، وفي الحاله الثانيه الشخص يعاني من واحد الحاله دائمه ديال القلق اللي فاش تبقى مستمره تتسبب في نوبات الهلع وفي النشوء ديال اضطرابات نفسيه جديده اخرى. فهاد الحالة ديال القلق الدائم، فرويد تيفسر أن الشخص يكون دائما تتوقع الأسوأ وتنتظر الأحداث والأشياء. هاد الحالة تتسمى دابا في الطب النفسي اضطراب القلق العام أو المعمم. الشخص اللي تيمر من هاد الحالة تيميل أنه يشوف كل شيء كحل، تيعاني من تقلبات في المزاج ديالو، تلقى أغلبية الأحيان صعوبة باش ينعس وتيجيوه كوابيس باستمرار وتضربو الفيقة بخصوص مع ديك الجوج الليل أو الربعة ديال الصباح وما تيعاودش يديه النعاس. تيمكن يعاني كذلك من بعض المشاكل الجنسية بحال انخفاض أو انعدام الرغبة، البرود الجنسي بالنسبة للنساء أو سرعة القذف عند الرجال، ويقدر يؤدي بهم الأمر حتى للعجز الجنسي. يقدر كذلك يعاني حتى من بعض المشاكل في التركيز وفي الذاكرة، ويعاني كذلك من الشعور بالتعب والإرهاق بلا ما يقوم بواحد المجهود كبير، بالإضافة للعصبية إلى آخره. اما بالنسبه لنوبات الهلع، الشخص يكون حاس بواحد التهديد وتفقد الاحساس بالامان، تيشعر بواحد الخطر وشيك وقريب اللي ما غاديش يقدر يتجنبه او يتغلب عليه، وبالخصوص الخطر المؤكد ديال الموت. فاش الانسان تيعيش هاد النوبات تتبان عنده بعض الاعراض الجسديه بحال مثلا الخفقان السريع ديال القلب او عدم انتظام الدقات ديالو، الام في الصدر، مشاكل في التنفس او على مستوى الجهاز الهضمي، الام في البطن، بالاضافه لمجموعه من الاضطرابات اللي تتعلق بالمسالك البوليه وبعض المظاهر اللي ستكون حسيه بحال صفار في الودنين، الام ديال الراس، تعرق بكسره الى اخره. عموما الجسم تيكون غالبا موضوع الاهتمام الرئيسي ديال الانسان القلق، وبالخصوص فاش تيكون تعيش النوبات ديال الهلع، لان ديك المشاكل الصحيه والذبحات الصدريه الى اخره تتبتلو انه على حق. ومن غير هاد الاعراض الجسديه الشخص يعرف كذلك واحد التغير حتى في السلوك ديالو، مثلا تيبقى ساهي ومبلوكي بحال الجماد، او تيبقى غير غادي وتتجول بلا ما تكون عنده واحد الوجهه محدده، تيكون دائما متخوف ومرعوب من النوبه ديال الهلع المقبله اللي غتجيه، وبعض الاحيان تحس أنه تخرج على الذات ديالو، تكون مندفع بعض الأحيان أو متهرب متجنب ومنطوي على نفسه. هاد النوبات تدوم بضع دقائق وتتوصل في الحالات الحادة حتى لبضع ساعات. وإلا كنتي بين هاد الأشخاص اللي تعانيوا من هاد النوبات ديال الهلع، فاش تكون تتعيش ديك اللحظة حاول ما تبقاش تسأل أسئلة بحال علاش وقع لي هكا، علاش أنا ماشي الآخرين، شنو هو السبب إلى آخره، لأنه بهاد الطريقة داك الهلع غير ما غيزيد يكبر، بما أنه ما تتلقاش أجوبة مقنعة وأكيدة للأسئلة ديالك، واخا دوز ساعات ديال التفكير، لأن القلق كما شفنا ما تيكونش عنده واحد السبب واضح مباشر وشرعي، وفاش تتسأل على السبب ديالو تتكون بحال تتقلب على برا وسط من كومة هائلة ديال القش اللي غادي يكون مفيد اكثر في ديك اللحظه هو تفكر كيفاش تخلص او على الاقل تنقص من داك القلق. وباش تنجح في هذا الامر خاصك ما تقاومش النوبه ديال الهلع باي طريقه فاش تجيك، حاول تبقى مفكر انها بكل بساطه مجرد نوبه ديال الهلع اللي غتمشي في كل الاحوال، بحال الشكل ديال الشخص اللي تيكون تيعوم في البحر وتيديه التيار، فاش هاد الشخص يحاول يعوم ضد التيار تيعيا دغيا وتيغرق في نهايه المطاف، ولكن الشخص اللي تيمشي مع التيار شحال ما بعدو على اليابسه غادي يلقى من بعد شي وسيله باش ينقذ حياته. نفس الشيء بالنسبه للهلع، شحال ما الانسان ركز على العواطف ديالو وما حاولش يقوم بالمحاربه والمقاومه ديالها شحال ما غادي يتقبلها في نهايه المطاف وغيولي قادر انه يتحكم فيها. في البداية كانت عند فرويد واحد النظرية فيزيولوجية لتتأكد أن السبب ديال القلق الغير طبيعي يمكن يكون جنسي بسبب النقص أو الامتناع أو الإحباط مثلا، يقدر كذلك يكون وراثي أو بسبب واحد المرض مزمن اللي تيحسس الإنسان بأنه يقدر يفقد حياته في أي لحظة، ويقدر كذلك يكون غير نتيجة ديال الإجهاد الزائد على الحد في العمل أو في الدراسة.
من بعد غيزيد يتعمق وغيصعب الاليات اللي تتهيج القلق والخوف النفسي وغيفسرها من خلال النظريه ديال الدوافع اللي فيها تميز بين الدافع ديال الحياه والدافع ديال الموت والعدوانيه اللي كاين الداخل ديال كل انسان. وكذلك فاش هضر على الهو اللي هو الخزان ديال الدوافع والرغبات، لان الاعلى الخزان ديال كل ديك الممنوعات الاجتماعيه اللي تتسكن في الاعماق ديالنا من الطفوله، والانا اللي تتحاول تقوم بالتكيف مع الواقع والتنسيق ديال العمليات والانشطه الذهنيه. ثم غادي يوضح انه تيكون عندنا واحد القلق اوتوماتيكي مرتبط بواحد الموقف صادم واولي في المرحله اللي فيها الطفل خاصو يستقل على الاباء ديالو من بعد ما كان مندمج حميميا معهم، وتيكون خاصهم يسهروا على هذا الانفصال وهذا التحرر بواحد الطريقه وديه مثاليه ومتوازنه عاطفيا. ولو وقع شي خلل في هذه العمليه مستقبلا، جميع المواقف اللي غادي تكون فيها اشاره مشابهه لهذه التجربه الاوليه ديال الانفصال غتقوم بالاثاره ديال الخوف والقلق، بحال مثلا فقدان العمل او صديق او جزء من الجسد الى اخره. هاد المواقف تتأدي لواحد الصراع داخلي، تنشأ من واحد الرغبه قديمه ما بقاش تتلائم وتتوافق مع الانا الحاليه ديال دابا. القلق تنتج كذلك بالنسبه لفرويد من مجموعه ديال المشاكل والصراعات اللي تعيش الواحد اثناء التجارب ديال الطفوله المبكره ديالو، فاش تواجه كثره القيود التعليميه والتربويه اللي تتخنقو بالقوانين وبالممنوعات وتتحاول تروضو باش يكون عنده واحد السلوك اجتماعي من اجل التكيف والتاقلم مع المجتمع الحضاري. ولكن بعض الاحيان الطفل ما تلقاش حل لديك الصراعات اللي تواجه وما تقدرش يتحرر من القلق البدائي والاوتوماتيكي ديالو بسبب الجو العاطفي في المنزل اللي ما كانش متناغم، او فاش تكون الصراعات مع الاباء متكرره ومؤلمه وما تتمش الاصلاح ديالها. الطفل بهالطريقه تيقمعها وتكبتها في اللاوعي ديالو وتخبيها في واحد البلاصه بعيده في الذاكره هي والشحنه العاطفيه ديالها. هذه هي المرحله اللي فيها تتم التثبيت ديال الصراعات الداخليه عند الشخص اللي تيعاني من القلق بالنسبه لفرويد. هاد الصراعات كلها تتسجل والدماغ تيستوعب الخطر وتعبر عليه من خلال الخوف والقلق وتخزن كل ديك الاحداث في الذاكره ديالو، وهاد العمليه تنتجوا عليها نقاط ديال الضعف وهشاشه فيزيولوجيه ونفسيه حقيقيه اللي تدي لواحد القلق تبقى كامن في النظام العصبي ديال الشخص. ولكن هاد الشخص ما تيكونش تخلص فعلا من ديك الصراعات، لانه تتفكرها بمجرد المواجهه ديال صعوبات التجارب الوجوديه ديال الحياه. هنا تتعمل واحد الاليه نفسيه ديال التراجع اللي فرويد تيوضحها من خلال المثال ديال الجيش اللي تيواجه صعوبه اثناء الحرب وتتراجع للمكان ديال الاحتياط. فاش الانسان تيواجه المشاكل الوجوديه ديال الحياه تيواجه معها حتى الدوافع والرغبات القديمه ديالو اللي ما تمش تجاوز الارضاء ديالها واللي تدخل في صراع وفي حرب مع الانا الحاليه ديالو ومع الممنوعات الاجتماعيه اللي ما تتقبلهاش نهائيا. وكنتيجه القلق تيهيمن على الوعي ديالو بدون سبب واضح ومرئي، وهاد الحاله ديال القلق يا اما تتبقى مستمره يا اما تتم اللجوء للاليات ديال الدفاع اثناء التثبيت في ديك اللحظه ديال التراجع قدام الخطر. الآلية ديال الدفاع الأولى اللي تلجأ لها الشخص هي فاش تيحول ديك القلق ديالو وتسلطو على واحد الموقف أو حجة أو شيء معين. هاد الحالة تتسمى العصاب الرهابي. الشخص تيهيمن عليه القلق والخوف فاش تيبغي مثلا يدوز من شي طريق، أو فاش تيبغي يستخدم لاسونسور، أو فاش تيقوم باللمح ديال شي أداة حادة بحال مقص أو سكين إلى آخره. المهم أي شيء أو موقف اللي غادي يقدر يتم التجنب ديالو وغيمكن الحماية ديال الذات منه. آلية الدفاع الثانية تتكون الداخل ديال العقل، بحيث أن الشخص تيوجه القلق وتيحول الهوس والهواجس وأفكار سحرية وخيالية وتتبع لها غالبا بعض الطقوس اللي تظن أنها تتقوم بالحماية دياله. هذه الحالة تتسمى اضطراب الوسواس القهري. آلية الدفاع الثالثة هي فاش تنقل القلق للجسم ديالو، تتسمى العصاب الهستيري، وهذا الشيء تيبان على شكل اغماء، نوبات عصبيه. الشخص ما تيبقاش قادر يوقف على رجليه او تتعرض لشلل او عمى او صمم زائف الى اخره. الآلية ديال الدفاع الرابعة اللي تلجأ لها الشخص هي فاش يتم القمع ديال التعبير الهستيري اللي تعتبر مزعج في المجتمعات والثقافة السائدة في هذا العصر اللي تنعيشو فيه. الشخص اللي تلجأ لهذه الآلية تولي يعاني كنتيجة من اضطرابات وظيفية اللي تقدر تأثر على جميع الأعضاء. يقدر يمرض بالقلب مثلا أو بارتفاع ضغط الدم، يقدر يولي عنده مشكل في الجهاز التنفسي أو الهضمي، يقدر يتصاب بالتهاب المفاصل أو بفرط نشاط الغدة الدرقية أو داء السكري أو صداع نصفي إلى آخره.
كاين مجموعه من الاليات الاخرى ديال الدفاع اللي تلجأ لها الانسان باش يوجه القلق ديالو، بحال مثلا الاكتئاب المزاجي او توهم الهذيان الى اخره. وفي الحاله اللي ما تتمش اللجوء لشي اليه معينه، الشخص يبقى يعاني من الحاله المعممه ديال القلق. القلق هو اكثر شعور مشترك بين الافراد، كل شيء تعاني من المشاكل ديال الخدمه وصعوبات في الحياه العاطفيه، الضغط ديال الاباء والابناء الى اخره. ولكن الامر تيولي مرضي وغير طبيعي فاش ما تبقاش الواحد قادر ينفصل على المشاكل والهموم ديالو باش ينعم بواحد شويه ديال الراحه. هاد الشخص يكون وكانه ميت نفسيا، لانه ما تعيش نهائيا العفويه والتفاهه ديال الحياه. واغلبيه الاحيان تيكون صعيب على الانسان يعترف بانه ضحيه ديال القلق. أغلبية ديال الأشخاص اللي تعانيوا منه ما تيكونوش واعيين به وتيكونوا تعتبروه ضعف. كنتيجة كل شيء تهضر على السترس ديال الحياة والقلق والاضطرابات ديال الآخرين، ولكن نادرا فاش الواحد يسلط الضوء على القلق والمخاوف ديالو. لهذا أغلبية الأحيان المقربين هما اللي تيكون خاصهم ينتبهوا للتغيرات السلوكية والنفسية اللي تيكون تعيش الشخص، بحال التقلبات المزاجية والمفاجئة، قلة الحماس، فقدان التحكم في النفس في المدرسة أو في الخدمة إلى آخره. ولا كان الشخص واعي بالقلق ديالو فهذه هي اول واهم خطوه في المسار العلاجي ديالو، لان هذا الوعي هو اللي غيشجعه باش يتحرك ويقلب على حلول من اجل التخلص والتحرر من الهيمنه والقيود ديالو. ومن بين هذه الحلول اللي يقدر يتوجه لها مثلا التحليل النفسي اللي غيخليه يخدم على الماضي والحاضر ديالو باش يحدد المشاكل اللي تتهيج القلق الكامن في اللاوعي ديالو، بحال مثلا واحد الجنازه يلاه دازت او مشكله في العمل الى اخره. خاصو يهضر على الاحداث والصراعات الحاليه ويستوعب انها هي اللي تتحفز داك القلق اللي عنده، ثم يركز على الماضي، على كل ديك الصدمات اللي تعرض لها فاش كان صغير، لان بعض الاحيان واحد العذاب ديال الضمير بسيط اللي تيكون ساكن لداخل ديال الطفل بسبب افكار او كلام اللي حسوه مثلا انه سبب ديال مشاكل معينه، او مجرد الاحساس بانه غير مرغوب فيه مثلا الى اخره، تتسبب له في واحد القلق رهيب فاش تيولي بالغ في العمر. عموما ما كاينش طريقه واحده خاصه من اجل التخلص من القلق. البعض تفضل انه يلجأ للتحليل النفسي وعلاجات سلوكيه، بينما البعض تميل للتامل والعلاجات الطبيعيه والتقليديه. التنفس حتى هو طريقه فعاله من اجل التخفيف من الحده ديال نوبات القلق والهلع اللي تتغمر الاشخاص. فاش تكون مركز على التنفس ديالك تتكون وضعتي واحد الحاجز بينك وبين القلق، لانك فاش تتنفس مزيان الطاقات ديال قلبك تتولي منتظمه، والدماغ ديالك في ديك اللحظه تفهم انه ما بقى حتى شي خطر وتتخلص من القلق. ومن بين اكثر الحلول الفعاليه اللي يقدر يتوجه لها الشخص الرياضه، اللي عندها نفس المفعول ديال الادويه المضاده للاكتئاب ولكن بلا حتى شي اعراض جانبيه. الرياضه تتزود الشخص بالخصوص من بعد واحد المده منتظمه ديال الممارسه بالهرمون ديال الاندروفين اللي تخفف من القلق والخوف اللي عنده وتوفر له واحد الراحه نفسيه. ماشي بالضروري تجري ماراثون او تدوز ساعتين في لاصال كل نهار، تقدر تقوم ببعض الانشطه الخفيفه بحال مثلا اليوغا او التايشي او المشي ولو غير بضع دقائق كل نهار. سواء كانت الرياضه او التنفس او التحليل النفسي، هادو كلهم حلول اللي تكملوا بعضياتهم وتؤديوا بالشخص لانه يركز ويفهم وينتبه للذات ديالو ويعثر كذلك على التوازن الجسدي والنفسي ديالو وتخليوه يستوعب نقاط الضعف والقوه اللي عنده. وعموما الانسان اللي تتكون عنده رغبه واراده قويه ديال التغيير وطموح كبير نحو الافضل اكيد غيجني الثمار ديال المجهودات اللي قام بها.